السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة الفيديو بتاعنا خاص بعنتر، في متابعين كتير طالبين ما بتبعتش ليه فيديو، ما بتعملش فيديوهات ليه العنتر. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا عن عنتر، بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا النهاردة أحب أكرر وأكد مليون مرة لحد ما الكل يتوجه لفيديو الإجابات. عاوزين نوحد الشغل على القناة عشان ما حدش يزعل، أنا بسأل 100 مرة وما بتردش الرد. أي حد عنده أي سؤال يدخل على القناة يشوف آخر فيديو إجابة في القناة، متاح تحتيه التعليقات يكتب سؤاله في تعليق وبيتم الرد عليه خلال يوم أو يومين بالكتير إن شاء الله. وما تكتبش أي سؤال مستنظر منه إجابة، ما تكتبوش أسفل الفيديوهات التعليمية. ادخل على القناة وشوف آخر فيديو إجابة، متاح تحتيه التعليقات واكتب سؤالك وبيتم الرد عليك إن شاء الله في خلال يوم أو يومين بالكثير إن شاء الله بإذن الله. الفيديو بتاعنا النهاردة إن شاء الله قلنا عن عنتر، وقلنا آخر مرة أنا بقى آخر فيديو كان عن عنتر من حوالي أسبوع تقريبا، وقلنا عنده إسهال لأن أنا زودت له كمية اللبن، زودت له كمية اللبن نتج عنه إسهال. الأول إحنا نشرح على الأدوية وبعد كده هنوريكم عنتر دلوقتي واحنا مجهزين الرضعة بتاعته. المهم العنتر كان عنده اسهال بسبب زيادة اللبن، وعملت فيديو قلت تجربة الستريبتوكين برشام، ده ستريبتوكين بشري، الادوية دي كلها بشري، ستريبتوكين بشري للاسهالات. واخد 3 حبات تم طحنهم ووضعهم في اللبن، ما جابش اي نتيجة نهائي. اخذ يوم حبتين واليوم الثاني اخذ حبه الصبح، واخر النهار ما لقيتش اي نتيجه فما رضيتش اكتر من الدواء. الدواء ما جابش نتيجه في الاسهال بسبب زياده اللبن الستريبتوكين. طيب استخدمت بعديه ايه؟ استخدمت بعديه كابكت. كابكت ده برضك لعلاج الاسهالات، لعلاج الاسهال، دواء بشري برضك. تقريبا الشريط ده في تقريبا في حدود 10 جنيه، انا نسيت سعره بس 10 جنيه العلبه دي. الكابكت في حدود 6 جنيه تقريبا، 5 جنيه ونص حاجه زي كده. دي اخذ تقريبا عبوه الا ربع زي ما انت شايف، كل يوم بمعدل 10 ل 15 سنتي في اللبن برضك نفس النظام، او تشريب بالسرنجه مباشره في الفم. ما جابش معاه اي نتيجه لمده يومين او 3 ايام، ما جابش معاه اي نتيجه. ده 3 ايام وده يومين، 5 ايام الخروف عمال يسرع على طول، لدرجة ان صابه الهزال طبعا دلوقتي هتشوف، او بمعنى صح انا وزنته اعتبر وزنه مستقر. طبعا طالما في اسهال كويس جدا جدا انك تحافظ على استقرار الوزن، هو الحمد لله وزنه مستقر. ولكن المفروض في الاسبوع ده كان زاد له على الاقل 1.5 كيلو على الاقل، بس احنا مش مشكلة يتعوض، المهم الاسهال يمسك. جربنا ايه تاني؟ جربت الانتينال وهو ما شاء الله الممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. الانتينال من اول 10 سنتي بسحب له 10 سنتي، الدواء دي كلها شوربه، بسحب له 10 سنتي وبحطهم في الرضاعه بتاعته. ما شاء الله من اول 10 سنتي لاحظت فعلا الاسهال بدا يمسك. اول يوم 10 سنتي مره واحده بس، ثاني يوم 10 سنتي الحمد لله مسك كويس، ثالث يوم الحمد لله جاب نتيجه، اديته 10 الصبح و10 يعني اديته حوالي اقل من 10 شويه، يعني اديته 15 سنتي تقريبا في اليوم، نصهم الصبح ونصهم بالليل. الحمد لله امبارح نشف تماما الحمد لله وكان 100%. فالانتينال ده الصراحه ممتاز 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 في حاله العبوه. كام سنتي العبوه؟ 60 سنتي هو تقريبا، لان كان في خروف تاني صغير كان عنده اسهال انا اديته منها، فهي يعتبر ما فيهاش حاجه، يعتبر مش مكمله 10 سنتي، يعني خد 4 مرات، خد 40 سنتي على 4 ايام تقريبا، جابت نتيجه ممتازه. دلوقتي هنشوف عنتر ان شاء الله مع بعضينا. انا كده ده لبن صافي، حليب صافي طبعا مع العلم. عملت ايه؟ نقصت كميه اللبن، انا كنت وصلته لكيلو وربع. الرضاعه دي ربع كيلو، دي ربع كيلو، كنت بعمل له حوالي 5 أو 6 في اليوم لما زودت له اللبن، كنت بشغل على 3 أو 4 بس بالكتير، بعد كده زودت مره واحده زودت له 1.5 كيلو فجاله الاسهال. فما فيش حاجه جابت معاه الاسهال بسبب اللبن غير الانتينال، جاب نتيجه ممتازه. العبوه دي ب 10 جنيه ما شاء الله. دلوقتي اللبن ده صافي كده خلاص، هوريكم دلوقتي عنتر ان شاء الله. تعال شوف، بس استنى نقفل على الغنم. تعال تعال هوريك انا دلوقتي الاسهال بتاعه، لاحظ بس هو ماشي يمسك الرضاعه الاول،
عشان هو رغم انه راضع الصبح بس هو شهيته مفتوح، بس انا مش عاوز ازود له اللبن جامد لان لو زودت له اللبن هيسهل طبعا. هو دلوقتي كده مجنون على اللبن اهو اهو. تعالى لاحظ الاسهالات. ثانيه واحده شوف بس ثانيه واحده ما تهدى يا عنتر. بس اصبر اصبر يا عنتر بس نشوفه. بس استنى استنى بس موريك الاسهالات من تحت كده زي ما شايف. ان شاء الله تكون الصوره واضحه ان انا مش شايفها كده. اهو ناشف حتى في رجله باين نشف. كل ده كان ميه خالص كان بينزل زي الميه. حاليا ما شاء الله اهو نشف الحمد لله. امبارح نزل الفضلات بتاعته قدامي ما شاء الله جافه 100%. بس تعال ايه ده بس نقدر التليفون. تعال اهو هاتيك هنا عند رصيد الكاميرا اهو. تعال فهو الحمد لله يعني بس خاسس شويه لما احط الرادار باين. بس الحمد لله يعني طالما الشهيه وزي ما انت شايف ما شاء الله نشاطه تبارك الله عليه. ده اهم حاجه دي اهم نقطه باين ما شاء الله عليه من خلال الفيديو. فهو ان شاء الله بس يمسك كويس وبعد كده انتظام. طبعا لغايه دلوقتي بيلحس في الرده شويه بيلحس في النخال حاجات بسيطه في العلف الناعم يعني. لما بحط علف ساعات بيخش يلحس لحسه ولا حاجه. فلسه ما اخدتش كوجبه علف اساسيه. فلازم تحافظ عليه حاليا دلوقتي. وجبات اللبن يعني انا قلت لك وصلت الكيلو ونص خمسه من دول او ست رضعات من دول. حاليا رجعت لثلاثه امبارح ثلاثه فقط لا غير. النهارده دي ثاني واحده. فممكن هنديله واحده كمان بالليل وفقط لا غير. عشان خاطر بس بطنه تمسك كويس وبعد كده تزود له واحده واحده ما تخافش منه. اعلف زود لبن براحتك لما بس بطل تتعود. شوف ما شاء الله خلصت ما ياخدش دقيقه بس خلاص فضي فضي. تعال ده بعد كده هيبقى زي الكلب الولف كده يطلع وينزل مفيش منه اي مشكله. خش. وده فيديو للناس اللي كانت طالبه فيديو لعنتر. فانها طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.